آية جديدة نتدبرها ونتدبر معناها في برنامج آية ومعنى. سورة اليوم بدايتها عجيبة والله، عجيبة. يعني لو سألنا سؤالا الآن، لسألنا أي مسلم سؤال، من هو الذي يكذب بالدين؟ من هو المكذب بالدين؟ من الذي ينكر الدين؟ الجميع سيجيب جوابا واحدا، الذي ينكر وجود الله، الذي لا ينكر محمد. هاي الآية عجيبة، تعمل في الذهن انقلاب. من هو الذي يكذب بالدين؟ ليس الذي ينكر القرآن فقط، ليس الذي يسب محمد، ليس صلى الله عليه محمد، ليس الذي ينكر الذات الإلهية. الآية تريد أن تعزز قيمة عظيمة في المسلم. أرأيت، شوف الاستفزاز كيف البداية، أرأيت، شايف أمامك من هو الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ مين هو يا رب؟ احنا كنا متوقعين إذا سمعنا الآيات لأول مرة أن نقول الذي يكذب بالدين هو الذي ينكر وجود الله، ينكر القرآن، يكذب. القرآن عجيب، قل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الله يدع اليتيم، ذلك الذي لا يرحم الضعيف، لا يرحم المحتاج، ذلك صاحب القلب القاسي، هو الذي يكذب بالدين. لا نريد شعارات، لا نريد كلام، نحن مؤمنون مسلمون، سهل التنظير، سهل إخواني. الله يقول لك اجعل في قلبك الرحمة عمليا وليس نظريا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. طيب يا رب أنا ما معي أدفع له، ما معي أكفل اليتيم. قال ولا يحض على الطعام، على الأقل أنت اشتغل في حض الناس على إكرام اليتيم. الحض يا أيها النبي حرض، والحض حض، ولا يحض على طعام المسكين. ثم توعد من يكون هذه صفته، فويل للمصلين الذين إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.